انتقدت الولايات المتحدة قرار عودة سوريا لعضوية جامعة الدول العربية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن رفض بلاده تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية أو رفع العقوبات، فيما يرى خبراءه تناقضا بالموقف الأمريكي من التعامل مع الملف السوري في ظل المتغيرات الدولية. وزارة الخارجية الأمريكية تنتقد قرار عودة دمشق للجامعة العربية، معربة عن رفضها تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية في غياب تقدم حقيقي نحو حل الصراع في البلاد وتحسين الظروف الإنسانية في سوريا. لا تدعم الولايات المتحدة التطبيع مع النظام السوري، ولا ندعم تطبيع شركائنا وحلفائنا معه أيضا. الأمر لا يتعلق بسياساتنا وعلاقتها بدمشق أو النظام السوري. واشنطن تشارك أهداف الشركاء العرب في سوريا بما في ذلك الأمن والاستقرار. لدينا شكوك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة السورية وتحسين الظروف الإنسانية. تعتقد الخارجية الأمريكية أن سوريا لا تستحق إعادتها في جامعة الدول العربية في الوقت الحالي، وأن العقوبات الأمريكية ستظل سارية المفعول، فيما يصف الخبراء موقف واشنطن من سوريا بالمتناقض. الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تقول فيه بأنها لا تشجع وتعارض التطبيع بين الدول العربية وسوريا، إلا أنها في نفس الوقت كانت تقول بأنها تقف مع الدول العربية، مع شركائها أيضا. طيب إذا ألا يوجد نوع من التناقض بين هذا الموضوع؟ في نفس الوقت نسمع أنباء عن اجتماعات أو في عمان بين مسؤولين أمنيين سوريين وأمريكيين. هل هذا يظهرك أيضا إذا نظرنا إلى بعض التصريحات الأمريكية؟ بعد أكثر من عقد من الزمن وسوريا تعود لمقعدها في جامعة الدول العربية هذا العام بعد قرار وزراء الخارجية العرب بمعاودة مشاركة الوفود الممثلة للحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 12 عاما إثر الاحتجاجات الشعبية ونزاع دام وما شهدته البلاد من تعقيدات الصراع. عودة سوريا للجامعة العربية بين ترحيب عربي ورفض أمريكي، ولا تزال الأزمة السورية تراوح مكانها، تدور في فلك البحث عن مخرج، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مآلات الخطوة وتوقيتها في ظل المبادرات التي لم تنجح في إحداث خرق حقيقي. أماني بكير، اليوم، واشنطن. لنقاش ينضم إلينا من نيويورك عصام خوري، صحفي ومحلل سياسي. أهلا بك أستاذ عصام. إذن موقف واشنطن هو الانتقاد من قرار الجامعة العربية تفعيل مقعد سوريا في الجامعة. باعتقادك أستاذ عصام، ما هي أسباب وكيف تفسر انتقاد الولايات المتحدة لهذا التحرك العربي؟ بداية، الولايات المتحدة ليست جدية في الملف السوري بشكل حاسم، هي تركز على ملف وحيد وهو ملف مكافحة الإرهاب. هذا ما أعلنته مرارا وتكرارا، حتى عندما كان السفير فورد في دمشق كان حديثه أنه يطالب بتغير ديمقراطي في سوريا، لكن مع وحدة الأراضي السورية، ولم يتكلم عن أي شيء بالانفصالات حولها. اليوم المشهد السوري مشهد شديد التعقيد. أختلف مع إدمون قريب بما تفضل به خلال تقريركم أنهم على تناقض مع ما يصرحون به. على العكس، هم في زياراتهم لدولة عمان هم يركزون على المعتقلين الأمريكيين داخل السجون السورية. هذا هو الملف الأساسي الذي يركزون عليه، لأنهم يهتمون بأمن مواطنيهم، ليس مثل النظام العربي بشكل عام الذي لا يتعامل مع الأفراد على أنهم أرقام، وبالتحديد النظام السوري، وهو يبتز واشنطن بأنه سيطلق سراح أحد السجناء إذا تغاضت عن بعض الملفات وأخرت موضوع ملف الكابتاغون أو غيره. بالنسبة للولايات المتحدة، ظفر
أي مواطن أمريكي هي مسؤولة عنه. فما أدراك بأشخاص وصحفيين مثل الصحفي توماس الذي معروف أنهم ما يزال في السجون السورية، وهناك عملية تحقيق دائم من قبل عدة جهاز أجهزة أمنية للتفقد إن كان على قيد الحياة أم ليس على قيد الحياة. لذا هذا هو الملف الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة. بينما بموضوع الانتقاد للدول العربية بأنها تسعى للتطبيع مع النظام السوري، هنالك موقف أخلاقي أمام الناخب الأمريكي. مثلا إذا من هو عضو الكونغرس الذي يستطيع أن يدافع عن النظام السوري؟ يعني دعني أسألك، لا يستطيع أي شخص. هذا النظام متهم بجرائم حرب عديدة ومديدة. هذا النظام متهم تماما لأنه أطلق السراح عدد كبير من الراديكاليين المتطرفين الذين حاربوا الولايات المتحدة في العراق، وأيضا حاربوها في سوريا عبر تنظيم آيسس. هناك العديد من الأمثلة الواضحة على هذا النظام السوري أنه طيب. نظام ملتزم بما يصرح به، وأيضا هو نظام ملتزم بالحراك السياسي والدبلوماسي الذي تسعى إليه الحرس الثوري الإيراني. لذا نعم أستاذ عصام، يعني الموقف الأمريكي اليوم من الانتقاد ورفض التطبيع، يعني لكن هناك يعني في المقابل البيان العربي وأي تطبيع مع دمشق يتم التأكيد على ضرورة تطبيق القرار 2254 والذي لقي يعني موافقة دولية. إذن لماذا هذا الإنجاز تعبير الامتعاض الأمريكي طالما هناك حديث على ضرورة والتأكيد على 2254؟ لأنه مجرم حرب. النظام السوري نظام مجرم حرب، ومجرم الحرب لا يستطيع أي دبلوماسي نزيه شريف منتخب من قبل الناخبين الأمريكيين أن يمد يده ويتصالح معه. هذا نقطة عار بالنسبة لأي شخص مقيم في الولايات المتحدة، وما أدراك في نائب أو نواب أو أعضاء من الحكومة. كيف يستطيع بايدن الذي هو وريث تجربة أوباما فيما يسمى الربيع العربي أن يتغاضى عن رئيس منتهك لكل الأعراف القوانين، رئيس طرد من شعبه 6.5 مليون لاجئ سوري في أنحاء العالم، كيف يستطيع التعامل معه؟ لا يستطيع. هذا هنالك موقف أخلاقي بعيدا عن موقف البراغماتي. موقف براغماتي ربما يتكلم سرا بينه وبين الدول العربية ويقول أنتم أعطوه بعض البصيص من الأمل للنظام السوري. وهذه النقطة كنت أود أن أسألك، يعني بما أنه الولايات المتحدة لها شركاء وحلفاء في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط أبرزها الأردن والسعودية والخليج بطبيعة الحال، يعني إذن هل يمكن يعني تقدم الدول العربية على هكذا خطوة دون تنسيق أو دون يعني رضا أمريكي خلف الكواليس السياسية؟ علينا ملاحظة شيء هام جدا، قبيل هذا القرار جاء قرار الكابتاغون، واليوم تحديدا وصلت رسالة من الأردن إلى سوريا، وبالتأكيد الأردن لم تقدم على هذا الأمر عبثا حينما تقصف في الأراضي صحيح. السورية لأول مرة في التاريخ السوري دولة عربية تقصف دولة عربية أخرى فقط لتدمر معمل كابتاغون، وهذا يدلل أن النظام السوري هو نظام لا يستطيع ضبط حدوده، لا يستطيع خارج هذا الإطار، لا يستطيع أن يضبط مجموعة من الميليشيات التي تهرب المخدرات. يضاف لهذا الأمر أن النظام الأمني السوري هو نظام محترق لا يستطيع ضبط بضعة عصابة بسيطة، بينما يستعين بالمخابرات الأردنية التي تطلق سلاح الجو الأردني ليقصف داخل الأراضي السورية، وفي نفس الوقت يقولون أنهم سيسعون لضم الدولة السورية إلى حاضنة الجامعة العربية. هذا أمر مضحك جدا. بالنسبة لي كمحلل سياسي وبالنسبة لي أيضا من خلفيتي السورية أدرك أن النظام السوري على شفا الهاوية وليس على شفا حالة التطبيع، لأنه لا يمتلك مساحة جغرافية. طيب هذا التطبيع وعودة سوريا للجامعة العربية باعتقادك يعني كما جاء في البيان هو بداية حل الأزمة السورية، بداية حل الأزمة بحسب رؤيتك كما تفضلت، هل وأن النظام هذا منهار، هل يمكن أن يكون إذن هو بداية فعلا انتقال سياسي في سوريا وتطبيق أولى بنود 2254 وهي تشكيل هيئة حكم انتقالي؟ لا أتصور أن النظام مؤهل ليقوم بهذا الأمر. هذا من ناحية تقنية لا يستطيع يقدم على هذا الأمر. من ناحية جماهيرية أيضا لا يستطيع الإقدام على ذلك لأنه لا يملك الأرض بشكل حتى المساحة الجغرافية التابعة لدمشق
ومحيطها هو ليس متمكن منها بشكل كامل. يعني نرى حالة التطبيع أنها جاءت ضمن صفقة إقليمية كاملة. المملكة العربية السعودية تسعى لإنهاء الملف الحوثي، وضمن الشروط التي طلبتها طهران أنهم عليهم أن يتعاطوا بنوع من أنواع اللطافة مع النظام السوري، وبالفعل هذا ما تم تماما. هذا ما تم تماما. الآن نرى مصالحة في اليمن، وبنفس الوقت نرى نوع من أنواع تلطيف الأجواء مع النظام السوري. لكن تلطيف الأجواء لا تعني أن ذلك هنالك حضن للنظام السوري. لو كان هنالك حضن لما انهارت الليرة السورية الآن لتصل إلى مستوى 8000 ليرة مقابل الدولار، في حين كان حتى تجاوز أكثر، حتى وصلت إلى 9000 مع تزامنا مع اجتماع نعم العربية، الجامعة العربية. أستاذ عصام تفضل. هذا ما أقوله، أنه لو كان هناك مؤشرات إيجابية هذا يعني أن الدول العربية ستمد النظام السوري بكمية من قطع الأجنبي الذي يساعد على استقرار الوضع واستقرار الليرة السورية، لكن هذا الأمر لم يتم. وحتى لو تم، النظام السوري هو نظام لصوص، سيسرق تلك المساعدات المالية ويوظفها يعني الجيوب. وربما نعم صحيح، وربما لذلك بضمن البنود العربية لعودة سوريا الجامعة العربية تحدث عن إعادة اللاجئين وتحت إشراف عربي وتقديم مساعدات تحت إشراف عربي وليس تحت إشراف الحكومة السورية. بالتأكيد، لأنه نظام فاقد للشرعية، نظام قتل شعبه، فكيف سيتم التطبيع معه على أساس أنه نظام قابل للتأهيل؟ هذا النظام هو في النهاية يسعى عبر قنواته الدبلوماسية وقنوات اتصالاته وعبر الحليف الإيراني تماما الذي ينسق له كل شيء، يسعى ليقول أننا سنستطيع احتضان اللاجئين، سنستطيع تدبير أموننا. ولكن إذا نظرنا إلى تجربة درعا التي عادت إلى حضن النظام كما يقول بين قوسين، علينا أن نقول أن درعا الآن ليست تحت سلطة النظام السوري بشكل كامل، وهو لا يستطيع ضبط تلك المنطقة بشكل كامل، لأنه نظام فاشل، نظام فاشل، نظام لصوصي، واللص لا يستطيع أن يكون يوما سيدا. طيب سؤال أخير لو سمحت لي أستاذ عصام، هل يمكن يعني كيف للجامعة العربية أن تتحدث عن إعادة إعمار في مرحلة أخيرة أو مقبلة يعني ضمن هذه المبادرة وهناك قانون عقوبات قيصر؟ لا أتخيل أن مشروع إعادة الأعمار سيكون منطقي، لن يكون منطقي. لكن الآن خلال تعليق العقوبات لمدة 6 أشهر بعد أزمة الزلزال هنالك تحرك إنساني واسع جدا جدا من كل دول العالم، بغض النظر نحن الأطراف المعارضة التي ألتقي معها في واشنطن أو نيويورك أو غيرها، من جميعهم يرسلون لأهلهم في الداخل السوري. هذه أزمة إنسانية، أزمة طارئة، الجميع عليه أن يساعد أهله وناسه وأحبابه. لكن هذا لا يعني أن المعارضين أنهم يقبلون بالنظام السوري وأن يعاد تأهيله. أيضا الدول العربية هنالك موقف أخلاقي، وأيضا كما تدري تماما هنالك موقف التزام أيضا في ضمن الشرائع الدينية، موقف إسلامي إلى حد ما، أنهم هنالك عدد كبير من الشخصيات المسلمة المتضررة بالزلزال عليهم مساعدتهم. أيضا النظام لا يستطيع تقويم نفسه بأي شكل، لذلك تأتي بعض المساعدات، لكن تلك المساعدات لا تعني أن النظام عاد إلى سابقاته وعاد إلى قدرته أن يرتب أموره بشكل كامل. هذا النظام معزول دوليا. يعني قبل أيام أجرينا تكريم لأنور البني في نيويورك، وربما حضرتموه وتم بثه، وأيضا قمنا تكريم آخر له في واشنطن، وآخر ثالث في شيكاغو. التكريم ليس بغرض تكريم شخصية أنور البني بحد ذاته، لكن هو متابعة حثيثة لكل المجرمين. نحن نركز على ملف حقوق الإنسان، ملف هذا حقوق الإنسان هو الملف الرئيسي بالنسبة لدينا. نحن لا نمتلك أدوات أسلحة، لا نمتلك ميليشيات مسلحة لنقاتل فيها النظام، فقط من يمتلك الأسلحة والمعدات لمقاومة النظام هم جماعات راديكالية متطرفة زودهم النظام السوري نفسه بالأسلحة وتفرض عليه، لذا هم من نفس الزمرة. عندما نقول تنظيم النصرة ونقول النظام السوري هما نفس البروباغاندا نفسها الإعلامية تماما، والجميع يدرك ذلك في واشنطن. أشكرك جزيل الشكر، تفضل أستاذ عصام. بينما نحن نركز فقط على الملف الحقوقي، الملف الحقوقي هو قائم على شيء واحد وهو متابعة مجرمين الحرب السوريين كلهم، ولدينا الآن ملفات واسعة جدا جدا عن كل شخصية
قامت بمزلة أي شخص سوري. نعم. هذا الأمر يستغرق حالة قانونية وحالة متابعة، ونحن نتابع عليهم كل الأطراف، ولدينا أيضا اللقاء التشاوري السوري الأمريكي الذي يقوم على تجميع الطاقات السورية المؤهلة التي تقود إلى حد ما مستقبل جيد لسوريا، مستقبل يفصل الدين عن الدولة ويطرح مشروع علمانية الدولة السورية بحيث تكون دولة قادرة أن تكون متوازية مع أو شريكة. نعم. للأرض. أشكرك جزيل الشكر من نيويورك عصام خوري صحفي ومحلل سياسي، شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فصل أخير ثم نعود.